الو يا خالد، كابتن شطة حبيبي. كنت بيبلغ لك قبل كده ولا ايه؟ بقول لا، لا انت لا، عارف من اول قال والله ما كابتن حدش قال شطة. لي والله، بس انا عارف صوتك. انت لسه صاحي من النوم ولا ايه؟ لو صاحي من النوم ما كنتش عرفت صوتي. حبيبي حبيبي، ازيك؟ يا فينك يا خالد؟ مش باين والله، وحشتني جدا. والله وانت كمان، ربنا يطمني عليك. الله يخليك. والله سألت عليك من كام يوم كده، قلت لهم اخباره ايه، حد عارف حاجة عنه؟ قال لي بيروحوا اليبلس كتير دلوقتي، ما عادش يعني بروح اليوبلس مع مصطفى عبده، مصطفى عبده بيروح هناك على طول. بيتعلموا هناك. انت ازاي صحتك؟ ازيك يا خالد؟ الله يخليك. والله وحشني جدا، وانا سعيد جدا انه بلغوني انك في الاستوديو، قلت اعمل مداخله معاك. الله يخليك يا كابتن شط، انا اللي سعيد اني سمعت صوتك واطمنت عموما عليك. طبعا، بس عشان انا شايف، انا يعني هم عايزين يعرفوا نبذ عنك، لكن الناس ما تعرفش خالد جد الله. خالد جد الله ده يعني كان من اقوى اللاعبين اللي بشوطوا الضربات الثابته او الكرات البعيده من 40 يارده، وليها اهداف عندي كتيره جدا جدا في شرايط الفيديو يا خالد. اهدافك كلها اللي كنت بتجيبها التواريخ، ناس ما تعرفش قد ايه انت في وسط الملعب كان لك ثقه كبير جدا 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 مع النادي الاهلي. الحاجات دي لازم الناس معانا تعرفها. معانا يا كابتن خالد وكابتن شطه الصوره، وانتوا واخدين الدوري وواقفين واخدين جنب الورق بعض الدوري. اه ده يعني كابتن شطة الذكريات. وكابتن طاهر ورمضان السيد، كابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه، ومجدي، ومش شايف انا محمد عامر، متهيألي كانت عامر ايام طبعا كان جميلة. معانا الفترة وزي دي. ما بقول لك، الجيل ده كان جيل حاجة، بسم الله ما شاء الله، كل واحد فيهم بفرقة. يعني ان الواحد قدر يحط رجله معاهم وان هو يلعب معاهم في وسط، انا فاكر في نص الملعب انا كنت بعد، انا مثلا في 8 لعيبه اكبر مني، وناس كل واحد فيهم بفرقه، عشان احط رجلي لازم اخش وسطهم ازاي. من ضمنهم طبعا الكابتن شطه، وكابتن شطه طبعا من الناس اللي كان مجهودها رهيب. يعني احنا كنا بنقول عنده رئتين مش رئه واحده في الجري. خليك يا خالد، ربنا انا يديك بس عايز اقول الصحه لك حاجه حبيبي كمان. حبيبي. بص يا خالد، انت محظوظ انك عاصرت الجيلين، جيل السبعينات وجيل الثمانينات. الحمد 85 لله. 82 83 ايوه انت كملت لحد 88 تقريبا او 87. بالظبط، 88 فانت بقى مع 89 جيل العلامه يعقوب ومحمود صالح والمجموعه دي، بالظبط. واسامه عرابي، ايوه ولعبت مع حسن حمدي ومع الخطيب ومع صفوت ومعايا ومع بالظبط، ايوه من غير ما ننسى اسماء. ايوه انت عاصرت الجيلين، ربنا يكرمك كده، ودايما تبقى موجود معانا يعني في قناة الأهلي، ونسمع صوتك يا كابتن بإذن خالد. الله يا كابتن حبيبي، بإذن الله. الله يخليك يا خالد. الله يخليك كابتن شط، بشكر حضرتك يا كابتن شط، نورتنا في الله برنامج يخليك. السادسة.